السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتير للزراعة المستدامة. هذا هو المحصول الأول من السنة الإنتاجية الأولى بعد تقريبا سنتين. هذه الشجرة هي الأولى في الجوافة التي سنبدأ بجمع محصولها، وهو المحصول الأول من إنتاج الجوافة. الجوافة فاش كتقرب الطيب كتهيئ سبحان الله من النضج من الداخل، وكتقيسها كطيح كتبعك. وهاد الجوافة هادي حلوة من الجوافة النوع الحلو. انا فاش كنت زرعتها كنت كنصحاب انها من نوع اللي صفر، اللي المذاق ديالو كيكون شوية كيميل الليمون حامض شوي، لكن تبين بأنها حلوة. تبارك الله ما شاء الله. سبحان الله الجوافة من الثمار ديالها كتعطي واحد الرائحة زكية. الرائحة ديالها إلى إنسان حيد منها الثمار ودارها في الدار تيشم واحد الرائحة طيبة في الدار. فاللي قصتيها ولقيتيها تبعاتك صافي راها طبت. الانتاج الاول تبارك الله ويكون بهذا الشكل مزيان. كاين النوع الاخر اللي هو صفر بزاف، الرائحه ديالها كتكون اكثر من هذه الحلوه. احسن اذا صافي نكتفي، هادو هما اللي طابوا والاخرين مازال ما طابوش. ها هي كاين واحده اخرى هنا لتحت تبارك الله كثيرة. تيكونوا مدليات من التحت صافي. إذا هذا هو الإنتاج الأول. أدوز واحد 3 أيام ولا 4 أيام عاود ثاني ونجمع المحصول الثاني. صافي ما كاين حتى واحد. كاينين عندي الاخرين حتى هما لكن مازالين صوار. ها هي وحده اخرى هنايا وهما هما جوج. ها هي هدي وهالاخرى ها هي حتى هي هنا.
هادو كانوا ما شدوش وخلفهم لتحت جوافة ما كتلقمش. جوافة سبحان الله ممكن تاخذ عي واحد سميتو عقلة وتزرعو وينوض، بحال مثلا تاخذ من هنايا تقطعو من هنا ولكن في ايام فصل الربيع وتزرعو وينوض. هادو كلهم درت لهم بهذه الطريقة هذه، وكاين اللي درت ليها ترقيد الهوائي. ترقيد الهوائي من بعد إن شاء الله غادي نوريه لكم، وهو بحال كتزرع النبتة في السماء، يعني بحال مثلا كتاخذ من لهنا وكتعري هذه البلاصة هذه، تعريها بالموس وكتبقى تنجرها حتى تتولي بيضاء، تجيب واحد الميكا فيها التراب، وذاك التراب يكون فيه لونغري يعني بحال كومبوست، كديرو هنا وتربطو، تربطو بهذا الشكل، كدوز واحد شهرين صافي كيطرطق في السماء، كتحيد هذيك البلاصه اللي طرطقات وكتزرعها. إذن هذا هو المحصول، هذا هو الانتاج الاول. تبارك الله ما شاء الله، تقريبا كيلو ولا كيلو ونص. من بعد ان شاء الله في المرات الاخرى اللي جات ان شاء الله لما نجمع المحصول غادي نصور عاوتاني. هذا اليوم الثاني او المره الثانيه في القطف للجوافة. نبداو كيصفروا مزيان. ما كطيب كتحيد بوحدها، يمكن واحد الفوق. كاين واحد جوج هنا عاوتاني ثلاثة، واحدة جوج ان شاء الله تيطيبو عاوتاني الاخرين. الحمد لله ضربات الشتاء، الله كرمنا به. اش كدير ميغو؟ فين طالع؟ فين طالع؟ فين طالع؟ ايه اجي 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 اجي، فين طلعتي؟ فين طلعتي؟